الحمد لله الذي خلق الإنسان وقدت عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله على كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون فأعتد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وأحذركم يوما عبوسا قمطريرا يوم تبلى كل نفس ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تجد نصيرا يومئذ يندم الإنسان ولا ينفعه الندم ويطلب العودة إلى الدنيا وهيهات أن يعود ويخرج له كتاب يلقاه منشورا يا ابن آدم من أصبح على الدنيا حزينا لم يزدد من الله إلا بعدا وفي الدنيا إلا كدا وفي الآخرة إلا جهدا ولم يزل ممقوتا مهجورا خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب وخير الزاد التقوى وخير ما أعطيتم العافية وكان ربك قديرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الغفور الرحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ونبينا مولانا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم
وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثغن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صحت کے لیے دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.